يعني إلى هذه اللحظة ليس هناك شيء دليل بأن يكون انفراج. الانفراج هو السيد مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكبر عددا وصاحب التحالف القوي مع السيادة مع الحزب الديمقراطي، والسيد الصدر قد ابتعد عن كل المفاوضات والحوارات مع الطبقة السياسية سواء المتحالف معها أو التي معترض معها. ولهذا السبب ليس أحدا وكل شخص وكل محلل أو إعلامي يظهر في الإعلام ويقول لك لدي معلومات، أنا أقول له بأنك غير دقيق، لا أحد يعلم ماذا سيحصل، لأن السيد مقتدى الصدر قد أقفل كل الأبواب ولم يتفاهم أو يتفاوض مع أي شخص حتى داخل التيار. أنا أختلف مع السيد النجم، يعني هو أستاذنا وهو يعني جوز أعلم من عندنا بالسياسة، لكن لدينا معلومات دقيقة أن هناك تفاهمات وهناك تفاهمات كبيرة، والسيد الصدر لديه اعتراض على بعض قادة الإطار بصراحة. يعني اليوم ونحن اليوم احنا ما عندنا مصلحة في الحكومة، نحن ذاهبين إلى المعارضة وأعلناها يعني مرارا وتكرارا، وقلنا نحن مؤيدين أيضا لما يطمح له السيد الصدر، وقلنا نحن من الذين يدعمون حكومة تكون لديها كتلة قوية ورئيس وزراء يتحمل المسؤولية، مو لمن ينجح يقول هذا الرئيس وزراء لي ولمن يفشل يقول أنا والله ما لي دخل وهذا مو وياي يعني. ولهذا السبب نحن دعمنا هذا الموضوع. أحسنت. والسيد الصدر ليس لديه أي خطوط خطر على الإطار التنسيقي، فقط على بعض قادة الإطار التنسيقي، ولو تنازل هذول القادة ببعض شروط السيد الصدر ورضوا فيها لا يعني الموضوع تم من خلال قبل شهر أيضا من الآن. طيب. أنا أقول للسيد نجم وصحح معلومة يعني، وهذا على دراية مو على كلام يعني إعلامي أو كلام عادي. السيد الصدر لديه اتصالات إلى اليوم مع بعض قادة الإطار التنسيقي شكرا لهذه المعلومة، ولكن دعنا نسمع رأي الأستاذ نجم. تفضل أستاذ نجم. نعم، يعني أنا أتفق مع أستاذ أحمد، أنا مع أي نائب يذهب إلى المعارضة أفضل ما يذهب إلى المشاركة في الحكومة، لأن الأزمات والكوارث المستقبلية ستزداد يوم بعد يوم، خصوصا المياه، الاقتصاد، الوظائف، العملة، كثير من المشاكل ستواجه الحكومة المقبلة، ومن سيشترك في الحكومة تعتبر مجازفة له ولحزبه. هذا واحد. ثانيا، السيد الصدر هو تحدث، لربما لا أتفق مع السيد الضيف، ليس هناك لديه خطوط حمر على شخوص، وإنما لديه خطوط حمر على البرنامج الذي يتحدث به المتخاصم الذي يرغب بالمشاركة مع الحكومة. ولهذا السبب هذا الخلاف، وبالتالي السيد الصدر تحاور مع كل قيادات الإطار، وتحدث مع كل قيادات داخل الاتحاد الوطني والمستقلين. ليس ناطقا باسم الصدر ولا غير الصدر، لكن أنا أقول لك هو خلاف السيد الصدر على البرنامج الحكومي، هو تحدث منذ اللحظة الأولى. ولو أنتم على المتابعين ودققتم، فعندما أعلنت نتائج انتخابات وأصبح التيار الصدري الفائز الأول في مساء 10:10، عندما أعلنت نتائج الأولية تحدث بتغريدة، حقيقة كانت التغريدة هو برنامج حكومي، حصر السلاح من الدولة، تطبيق القانون من أين لك هذا، فتح ملفات الفساد السابقة، هذا الاختلاف مع بعض القيادات هنا وهناك. وأما أن وضع خط أحمر أو منع هذا الشخص أو دون الشخص، لا، ليس هكذا. ولهذا السبب صعب جدا يتوافق مع كتل سياسية أو كتلة سياسية لديها 10 زعامات وعشرة قيادات. هل نعود مثل ما حدث في 2010 حكومة السيد المالكي الثانية، وأصبح مجلس الوزراء 42 وزير، بحيث عندما يكون اجتماع لا يستطيعون وجود مقعد أو كرسي لبعض الوزراء؟ هذا حقيقة احنا الآن إذا فكرنا بدولة نفكر نقلص مجلس الوزراء، بدل ما عندنا 22 نسوي 12 وزارة، وبدل ما عندنا 400 وكيل نسوي 200 وكيل، وبدل ما عندنا 2000 مدير عام نسوي 1000 مدير عام، حتى على الأقل نعزز الثقة عند الناس بأن الحكومة المقبلة هي حكومة تقشفية بدأت من المناصب، مو تبدأ من الموظف الفقير، مو تبدأ من المواطن الفقير. ولهذا السبب صعب جدا يتوافقون، وإن توافقوا أنا أعتقد بشروط السيد الصدر هو الذي يختار رئيس وزراء، وإذا نجحت الحكومة هو نجاح للمذهب وللعراق،
وإذا فشلت الحكومة فشل للتيار الصدري، وعلى الخصوم أن يستغلوا ولا يستثمرون هذه الخسارة لهم ولجمهورهم الكريم. نعم.